السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء، مرحبا بكم في فيديو جديد. موضوع النهاردة عن السيارات ذاتية القيادة. نتكلم عن الفرق بين القيادة المستقلة والقيادة الآلية والقيادة الذاتية، وإزاي بتشتغل العربية مستقلة القيادة، وإيه هي التحديات اللي بتقابل النوع ده من العربيات وفوائدها. وهنشوف فيديو تجربة حقيقية لقيادة سيارة ذاتية القيادة، وهنتفرج على المشاكل اللي قابلت العربية دي وتعاملت معها ازاي. العربية مستقلة القيادة هي مركبة قادرة على استشعار بيئتها والعمل بدون التدخل البشري، ما بتحتاجش المركبة من الراكب البشري التحكم فيها في اي وقت، ولا يلزم وجود راكب بشري اصلا في العربية. تقدر العربية مستقلة القيادة انها تروح لاي مكان بتروح له العربيات التقليدية، وتقوم بجميع مهام السائق البشري المتمرس. ايه هي العربيات مستقلة القيادة؟ بتحدد جمعية مهندس السيارات الـ SAE حاليا 6 مستويات من أتمتة القيادة، هم بيسموها كده، بتتراوح من المستوى 0 اللي هو اليدوي بالكامل إلى المستوى 5 اللي هو المستوى المستقل تماما. تم اعتماد هذه المستويات من قبل وزارة النقل الأمريكية. ايه الفرق بين القيادة المستقلة والقيادة الآلية والقيادة الذاتية؟ بتستخدم جمعية مهندسي السيارات المصطلح مؤتمت بدلا من مستقل. احد الاسباب هو ان كلمة استقلالية ليها اثار بتتجاوز الكهروميكانيكية. العربية المستقلة بالكامل هتكون مدركة لذاتها وقدرة على تحديد واتخاذ خياراتها الخاصة. على سبيل المثال، لما تقول للعربية وصليني الى العمل، بعد ما تحسب حساباتها ممكن ما تنفذ أوامرك وتقرر تنقلك إلى الشاطئ. أما العربية المؤتمتة بالكامل هتنفذ الأوامر، وكل اللي هتعمله إنها هتقود نفسها فقط. غالبا ما يستخدم مصطلح القيادة الذاتية بالتبادل مع مصطلح القيادة المستقلة، ومع ذلك الموضوع مختلف شوي. العربية الذاتية القيادة بتقود نفسها في بعض أو حتى جميع المواقف، لكن يجب أن يكون الراكب البشري دائما حاضر ومستعد لتولي زمام الأمور. بتندرج السيارات ذاتية القيادة ضمن المستوى 3 أتمتة القيادة المشروطة، أو المستوى 4 أتمتة القيادة العالية. النوعين دول بيخضعوا لنوع من السياج الجغرافي، على عكس سيارة المستوى 5 مستقلة القيادة تماما اللي ممكن تروح لأي مكان. إزاي بتشتغل العربية مستقلة القيادة؟ بتعتمد العربيات اللي من النوع ده على عدد كبير من أجهزة الاستشعار والمحركات والخوارزميات المعقدة وأنظمة التعلم الآلي والمعالجات القوية لتنفيذ البرامج. العربية مستقلة القيادة بتنشئ وتحفظ خريطة محيطها بالاعتماد على مجموعة متنوعة من أجهزة الاستشعار المنتشرة في أجزاء مختلفة من العربية. أجهزة استشعار الرادار بتراقب موقع المركبة القريبة، وبتكتشف كاميرات الفيديو، إشارات المرور، وبتقرأ اللافتات اللي في الطريق، وبتتبع المركبات الأخرى، وبتراقب حركة المشاة، وبتقوم مستشعرات الليدار باكتشاف الضوء وتحديد المدى اللي هي بيسموها اللايت ديتكشن اند رينجينج، بعكس نبضات الضوء عن محيط السيارة لقياس المسافات واكتشاف حواف الطريق وتحديد علامات الحراره. أما أجهزة الاستشعار بالموجات فوق الصوتية في العجلات بتكتشف الحواجز والمركبات الأخرى عند الوقوف، ثم بتعالج البرمجيات الذكية كل المدخلات الحسية دي، وبترسم المسار، وبترسل التعليمات بتاعتها لمشغلات السيارة اللي بتتحكم في التوجيه والتسارع والفرملة إلى آخره. وبتقوم القواعد المشفرة وخوارزميات تجنب العقبات والنمذجة التنبؤية والتعرف على الكائنات بمساعدة البرامج على اتباع قواعد المرور وتجاوز العقبات. طيب، ايه التحديات اللي بتواجه السيارة مستقلة القيادة؟ بتخضع سيارة مستقلة القيادة بالكامل اللي هو المستوى 5 للاختبار في عدة اماكن من العالم حاليا دلوقتي وانا بتكلم، لكن لم يتوفر حتى الان اي منها لعامة الناس، ومش متاحة في الاسواق، ما زلنا على بعد سنوات من الكلام ده. التحديات دي تكنولوجية وتشريعية وبيئية وفلسفية، وبعض العوامل المجهولة دي هي ان عندنا مصطلحين ليدار ورادار. اولا الليدار للاسف سعره مرتفع جدا، ولحد دلوقتي لسه ما حققش المعادله الصح بين النطاق والدقه. لو قلنا ان العربيه المستقله القياده زاد عددها السنين اللي جايه وهيتواجد منها الكتير جدا في نفس الطريق،
السؤال هنا، هل هتتداخل إشارات اللي دار مع بعضها؟ يعني لو مثلا في طريق واقف فيه 10 عربيات ذاتية القيادة، هل لما يشتغل اللي دار الإشارات بتاعته دي هتشوشر على بعض؟ ولو توفرت عدة ترددات لاسلكية، هل هيكون مدى التردد كافي لدعم الإنتاج الضخم للعربية مستقلة القيادة دي؟ تاني حاجة، أحوال الطقس، يحصل إيه لما بتتحرك العربية مستقلة القيادة في منطقة هطول أمطار مثلا غزيرة، أو طبقة من التلج على الطريق اللي هتتسبب في اختفاء الخطوط الفاصلة بين حارات الطريق؟ إزاي الكاميرات دي هتتبع وأجهزة الاستشعار دي كلها هتتتبع علامات الحارات إذا كانت العلامات محجوبة بالمية أو الزيت أو الجليد أو الحطام مثلا؟ ثالثا، شروط وقوانين المرور، هل العربية مستقلة القيادة دي هتواجه مشكلة في الأنفاق أو على الجسور؟ إزاي هتمشي العربية ذاتية القيادة دي في حركة المرور المزدحمة بشدة؟ هل هتتنحى عن الطريق خالص وتركن على جنب؟ هل هيتم منحها حق الوصول اللي بيسموه الكاربون لانس، اللي هي حارات في الطريق مخصصة للعربيات اللي بتحمل شخصين أو أكتر؟ وإيه اللي هيتم مع أسطول السيارات القديمة ولسه كمان على مدار 20 أو 30 سنة اللي جاية موجودة؟ رابع حاجة، الدولة مقابل اللوائح الفيدرالية في الولايات المتحدة مثلا اتحولت العملية التنظيمية للسيارات مستقلة القيادة مؤخرا من التوجيه الفيدرالي إلى تفويض كل ولاية على حدة، حتى أن بعض الولايات اقترحت فرض ضريبة لكل ميل على المركبات مستقلة القيادة لمنع ظهور سيارات الزومبي زي ما بيسموها، اللي هي معناها العربيات اللي ما فيهاش سائق. يعني في أمريكا مسمينها سيارات الزومبي، عربية ماشية بدون سائق، اللي هي طبعا بتتجول بدون ركاب، كما كتب المشرعون مشاريع قوانين بتقترح أن جميع السيارات مستقلة القيادة دي يجب أن تكون مركبات عديمة الانبعاثات. لكن هل هتكون القوانين مختلفة من دولة للتانية؟ هل هتكون قادر على عبور حدود ولاية بسيارة مستقلة القيادة؟ خامسا والأهم، المسؤولية عن الحوادث. في الحوادث اللي بتسببها سيارات مستقلة قيادة، مين المسؤول؟ هل الشركة المصنعة؟ ولا العنصر البشري اللي هيقول ساعة ما تحصل المصيبة ماليش دعوة أنا مجرد راكب؟ بتشير أحدث المخططات إلى أن سيارة المستوى الخامس اللي هي مستقلة القيادة دي بالكامل لن تحتوي على لوحة قيادة أو عجلة قيادة أصلا. طب أنا إزاي أحاسب اللي راكب على حادثة حصلت في الطريق، خبط إنسان أو خبط عربية تانية، في حالة إن هو أصلا ما فيش عجلة قيادة؟ عشان كده مش هيكون للراكب البشري حتى خيار السيطرة على العربية مستقلة قيادة في حالة الطوارئ. ما هو ما ينفعش العربية والعنصر البشري الاثنين يبقى لهم سيطرة، لأن لما تحصل مشكلة الحقيقة هتضيع بينهم هما الاثنين. سادسا، الذكاء الاصطناعي مقابل العاطفة الاصطناعية، بيعتمد السائقين البشريين على الإشارات الدقيقة والتواصل غير اللفظي زي الاتصال بالعين مع المشاة أو قراءة تعابير الوجه ولغة الجسد للسائقين اللي جنبينا، عشان نجري حكم معين في جزء من الثانية ونتنبأ بسلوك معين. هل هتتمكن العربية مستقلة القيادة دي من محاكاة الحكم ده؟ هل هيكون عندها ذكاء صناعي بنفس الغرائز المنقذة للحياة زي السائقين البشر؟ هنتكلم عن نقطتين مهمين، وهما ايه هي السيارة مستقلة القيادة وايه هي فوائدها. سيناريوهات تحسين الراحة وتحسين جودة الحياة ملهاش حدود، وهيتوفر للمسنين والمعاقين جسديا الاستقلال في الحركة. مثلا لو رحت شغلك ونسيت حاجة في البيت، ممكن تبعت العربية وحد يحط فيها اللي نسيته، حتى ممكن تبعت ابنك المدرسة وتظبط العربية على الموقع والميعاد وهي تنجز كل ده. لكن الوعد الحقيقي فعلا للسيارات مستقلة القيادة هو إمكانية خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل كبير. في دراسة حديثة حدد الخبراء 3 اتجاهات لو تم تبنيها بشكل متزامن مع بعض، يعني هتطلق العنان للإمكانيات الكاملة للسيارات المستقلة القيادة. الثلاثة دول هم أتمتة المركبات وكهرباء السيارة ومشاركة الرحلة بحلول سنة 2050. طبعا الكلام ده في الدول الأوروبية مش عندنا في مصر. الثورات الثلاثة دي في النقل الحضري لو تمت هتقلل الازدحام المروري، عدد المركبات هيكون 30% أقل من المركبات على الطريق، هتخفض تكاليف النقل بنسبة 40% من حيث المركبات والوقود والبنية التحتية. السيارة مستقلة القيادة هتساعد في تحسين القدرة على السير والحياة، توفير ساحات انتظار للاستخدامات الأخرى، مدارس وحدائق ومراكز مجتمعية، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المناطق الحضرية بنسبة 80% في جميع أنحاء العالم. عموما كل دي أبحاث لتطوير السيارات ذاتية القيادة.
هنتفرج دلوقتي على طريقة عمل السيارة ذاتية القيادة بتجربة عملية من قناة ديرتي تسلا. التجربة دي بتثبت ان نظام القيادة الذاتية لسه محتاج تعديلات كتيرة وفي خطورة زي ما هنشوف في الفيديو ده. تحس ان أنظمة القيادة الآلية بتهنج وبيحصل لها لاج في وقت لازم يكون فيه سرعة في اتخاذ القرار، والكاميرات مش بتقرا كل اشارات المرور واللوحات الاسترشاديه على الطريق، وده بيتسبب في اتخاذ قرارات مش دايما بتكون صحيحه، عكس العنصر البشري اللي بياخد باله من كل حاجه حتى لغه الاشاره مع باقي السائقين او المشاة اللي بيعدوا الطريق. There. Let's see, my following distance is 2. We'll keep it at 2. Alright, really good. So, getting out of the passing lane, that's good. You don't want to sit in the passing lane if you don't need to. So, a little short-sighted here. I would be in the left lane because I know these semis are going to be slow. Over. We'll see if this guy will let us in. Nope, he sped up when my turn signal went on. Pretty typical. He did not look at me. Alright, it looks like the next car is letting us in. Alright, pretty good. That's really good. That's like exactly what I would have done. Okay, so you can see we've been sitting in the left lane for a while. We are getting passed on the right, but you know, those semis are kind of in our way. And so if I was driving, I think I would be staying here because I can't, you know, go anywhere in the right lane anyway. Can the car see that far ahead? I'm really not sure. They're not being displayed. Okay, there, that one just did pop up there. So they weren't displayed that far ahead, but the car seemed okay staying here. So I'm not sure how it made that decision. Alright, getting out of the passing lane. I would not get over yet because of these merging cars, but look at that, instantly locked onto that car. Oh, nope. Okay, alright, so it instantly locked onto that car. It did lose it for a second, but then it got it again, and it slowed to let it in. We probably did confuse them just a bit, but overall it did okay. Okay, so this part of my route is a little bit annoying with autopilot. You can see that green arrow in the top left. That means that lane is open. I'm legally allowed to use it. But because there's the solid line there, autopilot won't cross that line. So normally if, you know, right now we're going 70, but I want to go 78. So I'd just take over for a second and get in that lane. But autopilot won't cross the lane even though you're allowed to do that. So I'm not sure what the answer to that problem is, but it seems pretty easy. If the cameras can, you know, see that green arrow, they can determine, oh, okay, I'm allowed to go there. If the lane's closed, so it's only open really during rush hour, or if there's an accident blocking another lane, if it's closed, you'll have a red X up there. So we're passing on the right here. It is legal to do that in Michigan. I looked up the law and it says some really vague stuff like if it's safe to do so. So this is nothing wrong with this. Trying, they did slow down, so now the car's going.
And I couldn't tell myself if they were letting me in or not. They still were getting closer to me, and then the car finally moved over when they slowed enough. So that was really, I mean, that one was really human-like. And then also, just so you know, I do always have a hand on the wheel. If you let off, you'll get a message that says, you know, put a hand on the wheel so that the car knows you're paying attention. So here's that message for you. I took my hand off the wheel for maybe about a minute or 45 seconds. Then I just put my hand, rest it back on the wheel, and it goes away. Okay, so this is where the highway splits off in two different directions. We can go east or west. And the car was in the correct lane the whole time, so that was really not a big deal at all. Sometimes it seems to get in the left lane here, and it'll pop up with a message like, yeah, see, changing lanes to follow route. But it doesn't need to, so I'm not sure what's wrong with the map data on that. So again, the turn signal's on. We got this guy speeding up, doesn't want to let us in. Oh, he did look this time. That's interesting. And then, okay, so we canceled it. And I'm fine with that. You really don't need to get over. Actually, our exit ends up being on the right, so I'd rather stay in this lane. Hey, another, oh, what the heck was that? Okay, that was pretty weird. That lane change was actually really good, and then the car decided, never mind, it wanted to stay here. Alright, so here it's struggling. I assume it's looking around trying to decide what lane to get into, and there's just too many cars passing us on each side. Okay, so now we're going to the right, and that person is letting us in. So these lane changes are really dependent on the drivers around you. If you put your turn signal on and somebody wants to let you in, you're getting over. You know, there's really no problem there. It's when you put your turn signal on and either, you know, maybe the person just doesn't notice or they intentionally speed up. I mean, you really can tell, you know, when you turn your turn signal on, you can tell when that car hits the gas and doesn't let you in. So if people are kind of, so people can really kind of push the car around, you know. It's pretty timid, which is probably good for safety. You know, you don't want the car, I'd rather have the car like, not do something than bump into somebody, right? في نهاية الفيديو أتمنى أكون قدمت معلومة مفيدة. أشكركم لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.